بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 43، كتاب الرؤيا، والرؤيا بالألف في آخرها بمعنى المنام، ما يراه النائم في منامه، بخلاف الرؤيا بالتاء المربوطة وهي البصرية حال اليقظة. أما الرأي فهو ما يراه العقل كمذهب عقلي أو رأي عقلي، سموه رأيا. يبقى عندنا رأى رأيا يعني ذهب مذهبا عقليا، أو رأى رؤية يعني رأى رؤية بصرية حال اليقظة، رأى رؤيا يعني رأى رؤيا منامية. الباب الأول، وفي هذا الكتاب 5 أبواب. الباب الأول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 34 بعد 6000، قال: حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، واللفظ لابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، غير أني لا أزمل. يعني كنت أرى الرؤيا في المنام أعرى منها، أرتعد منها كالمحموم من الخوف، يعني يرى رؤية تخيفه، يعني أعرى يعني أرتعد منها كالمحموم خوفا، غير أني لا أزمل، غير أني لا أغطى. يعني لأن تملي اللي إيه اللي بيرتعد بيغطوه. حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. يبقى الإنسان لو رأى رؤيا تسيئه عليه أن يتأدب بعدة آداب. أولا، إذا انتبه يدفل 3 نحو اليسار. وردت روايات فلينفث، روايات فليبصق، روايات فليدفل، ويبدو أنها كلها معنى واحد، وهو أن يخرج نفسا مصحوبا بقليل من الريق جهة اليسار، الجهة التي يأتيه الشيطان منها. يدفل 3 ويتعوذ بالله من الشيطان، تاني حاجة يعمل، وتالت حاجة يغير موضعه، ورابع حاجة يقوم يتوضى ويصلي ركعتين. يبقى دي علاج الكوابيس، احنا نسميها كابوس. كابوس يعني ايه؟ يعني يرى منامات تفزعه، يبقى عنده كوابيس. يعالجها ازاي؟ بهذه الطريقة، العلاج النبوي. ينفث 3 بيد اليسار، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يغير موضعه إن كان لا يجد في نفسه نشاط يقوم ويصلي، يعني ممكن يبقى لسه تعبان مش قادر يقوم يصلي أو يتوضى مثلا، فيعمل يغير موضعه. إذا كان نايم على جنبه ينام على ظهره، إذا كان نايم على ظهره ينام على جنبه، إذا كان نايم على جنبه الشمال ينام على جنبه اليمين، المهم يغير موضعه، أو يغير السرير اللي نايم عليه، يروح نايم على السرير التاني أو على الأرض أو أي حاجة، يعني يغير موضع. لو وجد في نفسه نشاط الأفضل يقوم يتوضى ويصلي ركعتين. دي طريقة علاج الكوابيس، العلاج النبوي له.
لأن الشيطان يتلاعب بالإنسان في منامه ويريد أن يحزنه، فيصور له أشياء تخيفه، لأن الشيطان يريد أن يخيف الإنسان. أما إن كانت رؤية مصحوبة بالسكينة والرضا والسعادة فهي تكون من الله، بشرى للمؤمن. فالله لا يخيف عباده في حال نومهم، بل يطمئنهم ويبشرهم. أما إذا رأيت ما تخاف فاعلم أنه من الشيطان، وإذا رأيت ما تشتاق اعلم أنها من النفس. يبقى ما يراه النائم ثلاث احتمالات: إما يرى ما حديث نفس، لأن نفسه تحدثه بشيء، والمصريين يقول لك إيه، الجعان يحلم بسوء العيش، مش كده برضه؟ لأنه نايم جعان فنفسه تحدثه بالطعام، يقوم ينام يلاقي نفسه طول الليل قاعد يأكل هو نايم، لأنه أصلا نفسه تحدثه بالطعام. يبقى الرؤية قد تكون حديث نفس لما تشتاقه النفس، وقد يكون برضه من النفس. واحد مثلا مضايقك بالنهار وانت مش عارف تنتقم منه، تقوم تنام طول الليل قاعد تضرب فيه عشان انت عايز تعمل كده في اليقظه بس مش قادر، فاهم؟ يقول له ده حديث نفس. وقد تكون من الشيطان تبقى كابوس يحزنه وعلاجها معروف، وقد تكون من الله بشرى، عاجل بشرى. وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره، يعني ما تقلقوش بقى وتستولي عليه وطول النهار بقى ايه يقعد يحكيها للناس، لا خلاص ما تحكيهاش لحد. يبقى لو رأيت رؤية لا تحكيها لأحد حتى لا تعيش في الأوهام. وعنه به قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وعبد ربه ويحيى ابني سعيد ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل. وعنه به قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديثهما أعرى منها. وزاد في حديث يونس: فليبصق عن يساره. هناك قال فلينفث، مش كده برضه؟ وهنا قال فليبصق، والمعنى واحد يبدو ذلك. فليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات. وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. وعن أبي قال: وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وفي حديث الثقفي قال أبو سلمة: فإن كنت لأرى الرؤيا، وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث: وليتحول عن جنبه، أو العلاج الآخر، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، يعني يغير موضعه. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله
والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، لا تضره ولا يخبر بها أحد. أدي أدب كمان، لا يخبر بها أحد، لا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. يبقى الرؤية الحسنة لا يخبرها لأي إنسان، اللي بيحبوه بس، لا تخبر بها إلا حبيبا لبيبا، حبيب وعاقل كمان عشان يؤولها على أحسن التأويلات. كويس، لأن وردت أحاديث أن الرؤية على رجل طائر، حيثما أولت وقعت، فاهم؟ فعلشان كده تقوم تقص الرؤية على حبيب ولبيب، لبيب يعني عاقل، فيقوم يؤولها على أحسن التأويلات، يقوم إيه؟ ربنا يوقعها على حسن ظنك به، فهمت؟ لأن الله عند حسن ظن عبده، عند ظن عبدي إن أحسنت الظن وجدت الحسن أمامك، وإن أسأت الظن وجدت السوء أمامك. عشان كده المصريين يقول لك اللي يخاف من العفريت يطلعوا، فهمت؟ يبقى الإنسان لازم إيه؟ يعني يظن الخير باستمرار، يبقى ظنه خير باستمرار. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، يعني من شدة خوفه منها تمرضه، يعني يشعر أنه كأنه مريض، جسمه بيوجعه وتعبان ومش قادر يقوم ويتحرك كده، كوابيس شديدة يعني. قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا كنت لا أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره الغلة، يعني حب القيد في المنام، القيد يكون في القدم أو في اليد، ومعنى الثبات على الحالة الطيبة، وربنا بن محمد تقول لهم نساك الثبات في الأمر، فلما يرى نفسه في قيد في قدمه أو رجله معناه لا يسعى في الشر، فالنبي يحب تأويل القيد في المنام. أما الغل فده إيه؟ في العنق، ودي صفة أهل النار، فالنبي يكرهه، يكره الغل لأنه يكون في العنق، أما القيد فيكون في اليد أو الرجل، وفي اليد أو الرجل معناه عدم الاستطالة في فعل المحرم، كأنه مقيد بالتكاليف الشرعية، كأن التكاليف الشرعية قيد، جاءت في المنام في سورة قيد، قيدته عن فعل ما يشتهي ويحرمه الله، فده معناها ديانة ومعناه الثبات. أما الغل فدي صفة أهل النار، فنسأل الله السلامة. عشان كده النبي يقول وأحب القيد يعني في المنام،
وأكره الغلة، والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. هل ده كلام مدرج ولا كلام النبي؟ أنا بيتهيألي ده كلام ابن سيرين، أعتقد ذلك، لأنه هو بتاع تأويلات وبتاع تعبير، وإن يبدو إن ده مدرج وليس من كلام النبي، اللي هو أحب الغلة القيدة وأكره الغلة. نرجع تاني للحديث عشان في بعض المعاني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد الرؤيا لم تكد رؤيا المسلم تكذب. يعني إيه اقترب الزمان؟ بعض العلماء ذهبوا إليه إلى يعني إيه في آخر الزمان، حيث مات العلماء وارتفع العلم وانتشر الجهل وقل الصالحين، وبالتالي الإنسان يحتاج دليل يدله، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل رؤيا للمؤمن مطمئنة له. يبقى اقترب الزمان في آخر الزمان، وآخر الزمان يقل ظهور الصالحين ويرتفع العلم بقبض العلماء، وبالتالي الإنسان يحتاج لمن يطمئنه، يقوم ربنا يرزقه الرؤيا الصالحة. محتمل هذا المعنى، يحتمل، ويحتمل معنى آخر: إذا اقترب الزمان يعني اعتدل، فكان الليل قد النهار في الإيه؟ يعني لما يعتدل الوقت ويكون الليل مثل النهار، زي ايه يعني الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، يبقى ان اعتدل تكون في هذه الاوقات الرؤية اصدق ما تكون، تحتمل برضه وتكون خاصة بكل عصر بقى. وبعدين الرؤية كلما كنت صادقا في حال يقظتك كلما كانت رؤيتك صدق، وكلما كنت بعيدا عن الصدق في حال حياتك كلما كانت الرؤية تخليط. واضح؟ وعشان كده أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، فتمثل بالصدق في حال حياتك ليصدقك الله في رؤياك. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني أصدقكم رؤيا في النوم أصدقكم حديثا في اليقظة. كلما كنت صادقا في اليقظة مع الناس ومع نفسك كلما كانت رؤيتك ايه صادقة لا تخليط فيه، لان الكاذب متعود ان هو يعرف جزء من الحقيقة ثم يبالغ فيه حتى يخرجه عن واقعه. ففي الرؤية كذلك، لو جات له حتى رؤية صحيحة يوم يجي يحكيها يبالغ فيها، يوم يكذبها يغيرها على طبيعته. فهمت؟ فكن مع الله وكن صادقا ولا تبالغ في شيء، وكن معتدل، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل الرؤيا لك بالنسبة لك ايه دليل وصدق وبشارة، لأنها بتبقى بقايا الإخبار بالغيوب، والإخبار بالغيوب ده علم نبوة، فمن الرؤى ما يخبر ببعض الغيوب وهو علم نبوة، عشان كده قال ايه هي جزء من النبوة، والنبوة فيها الإخبار بالغيب، وفي بعض الرؤى تخبرك بأشياء تحدث في المستقبل غيب، وبالتالي جزء من علوم النبوة. وعشان كده طالما هي جزء من علوم النبوة فلا تتأول على نفسك رؤيا ولم ترها، لأنك في هذه الحالة تفتري على الله كذب، لأن الرؤيا من الله، فإذ قلت رأيت ولم ترى كأنك افتريت على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهمت؟ فما تقولش بقى يا سلام ده أنا رأيت النبي امبارح وأنت ما رأيتش أصلا وقال لي وقلت له، يا سلام هذا حرام. ليه بقى؟ كانك كانك بتدعي النبوه، زي اللي بيدعي النبوه. فهمت ازاي؟ كذاب، ده كذاب وده كذاب، بس التاني بيدعي النبوه مناما وده بيدعي النبوه يقظا، لان الرؤيه جزء من النبوه. فهمت بقى ازاي؟ جزء من النبوه. يعني ايه جزء من النبوه؟ لان النبوه فيها الاخبار بالغيب، والاخبار بالغيب معناه من الله، لانه هو الذي يعلم الغيوب. فهمت؟ فإن ادعيت أنك رأيت رؤية تدل على غيب في المستقبل وأنت لم ترها فكأنما ادعيت النبوة، فهذا حرام كذب. واضح؟ اوعى تعمل كده. لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. وردت بقى حديث في تحديدها من حيث الأعداد،
في روايات مثلا في غير مسلم، في غير صحيح مسلم، جزء من 70 جزء من النبوه، وفي روايات جزء من 46 جزء من النبوه، هنا 45، في جزء 44. اي الحكايه بقى؟ قال لك هذا بقدر صدقه، كلما كان بعيدا عن الصدق فتبقى جزء من 70 جزء، يعني احتمالات انها تبقى صحيحه 1 على 70، وان كان قريب من الصدق تبقى جزء من 46 جزء من النبوه. فاذا قلت على حسب احتمالات صدقك، او ان الروايه بالمعنى وان العدد لا مفهوم له، يعني كانها جزء ضئيل من النبوه، جزء ضئيل، فهمت ازاي؟ وخلاص، وليست هي النبوه. وبعد العلماء قال لك لا، شوف روايه 46 دي عليه فكره عجيبه، بعد العلماء كده زي الامام المزيري قال ان ايه روايه 46 دي اللي هي روايه البخاري 46 جزء من 46، قال لك شفت النبي صلى الله عليه واله وسلم اوحي اليه في 23 سنه، مش كده برضه؟ 23 بعثه النبي كانت 23 سنه، لما تقسمها فيها كم نص؟ 46. والنبي اول ما بدات الايه نبوته بايه؟ بالرؤيه الصالحه مده 6 اشهر يراها ايه؟ مثل فلق الصبح. فقال لك شوف 6 اشهر يعني نص سنه و23 سنه، يبقى فعلا يا اخي. ورجح عليها روايه جزء من 46 جزء بناء عليه، وقال ان بقيه الروايات كلها روايات بالمعنى. فاهم؟ دي طريقه يعني من الطرق، لكنها مش كل العلماء وافقوا عليه، لكنها من اللطائف، لكن لا تجعلها هي معنى الحديث، لان الحديث اوسع من تفسير مفسر. فهمت بقى؟ لكن الخلاصة أن الرؤية من الله إعلام بالغيوب، والنبوة إعلام بالغيب، فهي جزء من علم النبوة. فهمت بقى؟ هذه الحكاية. والرؤية ثلاثة، يعني الرؤية 3 أنواع، من الله صالحة، من الشيطان كابوس تحزن، أو من حديث نفس يرى الإنسان في الرؤية ما يتمناه في حال يقظه. فهمت بقى؟ حديث نفس. إذا رأيت بقى الكابوس اللي هو ما تكرهه تعمل إيه؟ فليقم فليصلي. طب افرض مش قادر يقوم ويصلي، قال لنا الحل قبل كده تدفل 3 وتستعيذ بالله 3 وتغير موضعك بس خلاص. وكمان بعد كده لما تستيقظ ما تحدثش لأحد، لا تخبر بها أحد. واضح؟ الأدب مع الرؤية الصالحة أن تخبر بها الحبيب اللبيب. واضح؟ ومع الرؤية الفاسدة لا تخبر بها أحد، لا حبيب ولا لبيب ولا عدو ولا صديق. فهمت بقى ازاي؟ لابد ان تراعي هذه الاداب، لانها اداب مهمه، لان في ناس يعيشوا اسير الرؤى السيئه، واخد بالك ازاي؟ يعيش اسير هذه المنامات، فعليك ان تطلق نفسك من هذا. وعن ابي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب بهذا الاسناد، وقال في الحديث قال ابو هريره فيعجبني القيد واكره الغلا. وقال ابو هريره، هل ده برضه كلام ابو هريره مدرج لابي هريره، ولا قال ابن سيرين بعد ما سمع من ابي هريره مدرج من كلام ابن سيرين، ولا قال ابو هريره نقلا عن النبي؟ كل ده محتمل. فهمت بقى ازاي؟ كل ده محتمل. فيعجبني القيد وأكره الغلة، والقيد ثبات في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46. شوف الرواية اللي فوق ايه؟ 45، هنا 46، جزءا من النبوة. وعن أبي قال حدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا اقترب الزمان قال هنا عن ابي هريره ما قالش عن النبي، خد بالك في الاسناد ده قال عن ابي هريره قال كذا، يبقى ده حديث موقوف مش كلام النبي، لكن الروايه اللي قبليها رفعه الى النبي، يبقى ياخذ حكم المرفوع الروايه دي. فهمت بقى ازاي؟ قال اذا اقترب الزمان وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي، كانه موقوف غير مرفوع في هذا الاسناد، لكن الاسناد الذي سبقه فيه الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام
قال حدثنا أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدرج في الحديث قوله أدرجه. يعني إيه الإدراج؟ يعني أن يدخل في الحديث ما ليس منه، زي في آخر صحيح مسلم مثلا حديث إيه في المسخ عن أبي هريرة وبيعترض عليه مين؟ عدنان ابراهيم وايه وبعض العلماء اللي هم بيغلب عليهم اعمال عقلهم بطريقه غير منضبطه بضبط فهم شيخ، يعتمد على عقله وبيكونوا تابعين للناس دول اذكياء عندهم ذكاء مفرط واطلاع واسع، فيكتفي بذكائه وسعه اطلاعه عن ان يستعين بشيخ. دي ازمه كبيره. يعني شفت لما يكون ذكي قوي واسع الاطلاع يحس ان ذكائه وسعه اطلاعه تغنيه عن الشيخ، يقوم يقع في طمات. فدي نقطه مهمه، لا غنى عن الشيخ. فهمت ازاي؟ وقد يكون ذكاء الانسان سبب هلاكه، يعني سبب سوء فهمه. فخد بالك من الحكايه دي. بيعترضوا على الحديث يقول لك ان صحيح مسلم ده فيه احاديث خرافات وكده. ايه هو الحديث يا استاذ؟ يقول لك حديث مروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسخت امه من بني اسرائيل فاختفت لا اراها الا الفئران. حديث كده يعني لا اعتقدها الا الفئران، كان الفئران اللي انت بتشوفها دي هم عباره عن مسخ من بني اسرائيل، قبيله يعني او مجموعه، امه يعني قبيله طائفه. طبعا وارد احاديث ان النبي قال ان المسخ لا يمكث الا 3 ايام ولا يتناسل. فالحديث ده يناقض الحديث ده. فازاي النبي يقول ان الممسوخ ما يقعدش الا 3 ايام وما يتناسلش؟ ومنين يقول ان الفئران والفئران اكتر ايه؟ حيوانات بتلد. فهمت؟ يبقى فيها تناقض. فقال لك لا، يبقى صحيح مسلم بقى ده في احاديث متناقضه. يبقى في حين ان هو لو فهم ان ولا اراها الا الفئران ان ده مدرج من كلام ابي هريره وليس كلام النبي تحل الاشكال. تحل الاشكال. ويبقى في امه من بني اسرائيل مسخت بس وخلاص، ده كلام النبي. ومين اللي بيقول لا اراها الا الفئران؟ ابو هريره ادرجها. فاللي انت بتعترض عليه ده وتقول ان ده كلام النبي وده متناقض، نقول لك لا، ده كلام ابو هريره وابو هريره يتناقض، مش مشكله. لانه ليس كعلم النبي. هو يعتقد اللي يعتقد ابو هريره هو حر بقى يخطئ يصيب مالناش دعوه، انما النبي لا يخطئ. فهمت بقى؟ فلازم نعرف حاجه اسمها الادراج، مدرج. فلو عرف، للاسف الحديث ده ما حدش من الشراح، هو اطلع طبعا لانه وسع الاطلاع على شراح للشراح، قال لك ده النبي كان يعتقد كده قبل ان يعلمه الله ان ان المسخ لا يتناسل. طبعا الكلام ده ما يخشش عقله، واخد بالك؟ لكن العقل المفروض ان الشراح كان يقولوا ان الكلام ده مدرج من كلام ابي هريره، لانه يناقض ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ان المسخ لا يتناسل ولا يمكث فوق 3. فهمت ازاي؟ يبقى كلام صح، ساعتها تتحل الاشكال وتروي الحديث وانت قلبك جامد، لانه ده كلام ابو هريره مش كلام النبي. فهمت بقى ازاي؟ لازم نعرف حاجه اسمها الادراج، وده يحل لك اشكال كبير في كثير من الاحاديث اللي هتقابلك. انك انت ايه هو الادراك بقى؟ انه يروي الصحابي الكلام عن النبي ثم في وسط كلام النبي يدخل كلاما من كلامه اما للتفسير او لفهمه، فيظنه القارئ او السامع انه من كلام النبي وهو ليس من كلام النبي. يسموها رواية مع تفسير، رواية وفي وسط الرواية يفسر. فالتفسير الراوي في وسط الكلام دون أن يوضح أنه من كلامه يختلط على الإنسان فيظن أنه كله حديث، ويسمى هذا التفسير إدراج، أدرجه يعني أدخله في وسط الكلام. فهمت بقى إزاي؟ فدي نقطة مهمة تاخد بالك منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدرج في الحديث، عرفت يعني إيه أدرج؟ يعني زود الكلام من عند نفسه بعدما أنهى كلام النبي دون أن يبين نهاية كلام النبي، يعني كأنه كلام متصل. وأدرج في الحديث قوله وأكره الغلة إلى تمام الكلام، ولم يذكر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة.
وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وعن أبي قال وحدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش حا من الأعمش سليمان بن مهران. تعرفوا الأسماء دي عيب كده. سليمان بن مهران حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي صالح اللي هو ذكوان السمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم يراها أو ترى له. وفي حديث ابن مسهر الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني ابن المبارك حا قال وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير عن أبي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. شفت 70 و45 و46 يجي لك واحد يقول لك أحاديث متناقضة لا تقرأها غباوة. فهمت بقى ازاي؟ خد بالك إياك والغباوة. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى وعبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع بهذا الإسناد. وفي حديث الليث قال نافع حسبت أن ابن عمر قال جزء من 70 جزءا من النبوة ولكن أوردها في آخر الباب يسموها متابعات وجاب رواية 46 و45 في أوائل الباب تسمى شواهد. ومعلوم أن الشواهد أقوى من المتابعات من حيث الإسناد قوة. واخد بالك عشان كده أخرها. فكل باب تلاقي الأحاديث الأوائل فيه يسموها شواهد والأحاديث الأواخر فيه يسموها متابعات. والمتابعات يكون فيها الإسناد أقل درجة والكل صحيح لأنه ده صحيح مسلم اسمه صحيح مسلم مش اسمه ضعيف مسلم ولا حسن مسلم. فهمت بقى؟ اسمه صحيح يبقى كل ما في اسم مسلم صحيح لكنه يتفاوت الصحيح أيضا يتفاوت الصحيح يبقى ما جاء في أول الباب يسمى إيه؟ شواهد وهي أقوى الصحيح ويجي في آخر الباب يجيب لك ما هو أقل منها في الرتبة ولكنه ما زال صحيحا ما زال صحيحا. ونقف على باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. يا رب ارزقنا رؤية النبي مناما ويقظة ما حيينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.